من أم درمان مراسل الحدث شهدي نادر. شهدي أهلا بك، وقبل أن نتحدث عن أم درمان نتحدث معك عن ولاية الجزيرة والذي يحدث فيها من عمليات نزوح وأيضا كل الانتهاكات التي تحصل بحق السكان في هذه الولاية. نعم ضحى، الوضع في ولاية الجزيرة يمضي كل يوم بشكل أصعب على السكان وعلى من تبقى من المدنيين نتاج هجمات قوات الدعم السريع التي امتدت إلى أقاصي جنوب ولاية الجزيرة إثر اقتحام قوات الدعم السريع لعدد من القرى. هناك عدد قتلى يتجاوز 5 فضلا عن عدد من الإصابات. كذلك بحسب ما علمنا وبحسب ما نقلت عدد من التنظيمات الأهلية المهتمة بالوضع في ولاية الجزيرة فإن قوات الدعم السريع قد اقتحمت إحدى القرى التابعة لمحلية الكاملين في غرب ولاية الجزيرة، مقتل كذلك أكثر من 20 شخص مع وجود عدد من الإصابات واحتجاز للسكان في أحد المساجد. عملية الاحتجاز هذه ما تزال متواصلة لحد اللحظة منذ ليلة أمس. كذلك قوات الدعم السريع قد اقتادت عدد من سكان هذه القرية وتحديدا من الشباب لا يعرف مصيرهم حتى هذه اللحظة. نلاحظ أن هناك حالة توسع وتمدد في عملية اقتحامات قوات الدعم السريع منذ نهاية أكتوبر الماضي بعدما كانت مقتصرة على مناطق شرق ولاية الجزيرة ومدنها الرئيسة سواء كانت رفاعة وتنبول والهلالية وود الفضل. وعلى ذكر الهلالية كنا قد أشرنا صباح هذا اليوم أو خلال المباشرة السابق إلى مقتل 100 شخص من استطاعوا عبور الضفة إلى الضفة الأخرى من النيل الأزرق ووصلوا إلى منطقة أبو عشر نتاج إصاباتهم بحالات التسمم الغذائي. 100 هؤلاء هم من جملة 1000 مريض يتلقون العلاج في خيام نصبها أهالي منطقة أبو عشر في ظل ظروف إنسانية وكذلك ظروف صحية صعبة بسبب انعدام الرعاية الصحية وتوقف المشافي بشكل شبه كامل منذ كان في حديث شوقي عن أن قوات الدعم السريع قامت بتسميم هؤلاء، كيف؟ نعم، الأخبار الواردة من هناك تقول بأن قوات الدعم السريع قد قام عناصرها بنهب كل شيء، أسواق المدينة ومخازنها وكل شيء. ما تبقى كانت قمح هو معالج كيميائيا ومخصص للزراعة ولكن ليس مخصصا وغير صالح للاستخدام الآدمي. تم توزيعه على السكان نتاج عدم وجود أي شيء يمكن أن يتناولونه، لذلك تسبب في انتشار حالات التسمم هذه التي أدت كذلك بحسب بعض الإفادات الطبية من استطاعوا الخروج والوصول إلى بعض المدن البعيدة التي تتوفر بها خدمات رعاية صحية. كذلك هناك انتشار للكوليرا وسط السكان المحتجزين في ظل حصار مطبق، محتجزين في عدد من المساجد. نتحدث عن حوالي 100,000 من سكان مدينة الهلالية جميعهم محتجزين في 3 أو 4 مساجد، ولك أن تتخيلي الوضع الصحي والوضع الإنساني الذي يمكن أن يواجهونه عملية الاختلاط هذه في ظل عدم توفر غذاء، في ظل عدم توفر رعاية صحية بشكل نعم. شكرا شهدي على هذه التفاصيل، ونبقى معك في متابعة كل جديد من مراسل الحدث شهدي نادر، كنت معنا من أم درمان.